إليكم التفاصيل. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوي. هذا ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق. وقال الرئيس خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية لتنمية سيناء إن المشير طنطاوي بريء من أي دم، وكان سببا حقيقيا في حماية مصر من السقوط. كما أعلن الرئيس الحداد الرسمي الوطني وإطلاق اسم المشير طنطاوي على قاعدة الهيكستيب العسكرية. اسمحوا لي في البداية أن أنا يعني أبدأ بتقديم التعزية أو التعازي في بطل من أبطال مصر ورجل من رجال مصر المخلصين جدا جدا، المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام ووزير الدفاع والإنتاج الحربي. والحقيقة إن المشير حسين طنطاوي توفى النهاردة في يوم وفاة البطل آخر من أبطال مصر هو الزعيم أحمد عرابي. ويعني إحنا أعلنا طبعا الحداد الرسمي الوطني يعني بهذه المناسبة يعني، وأيضا أطلقنا اسم المشير حسين طنطاوي على قاعدة الهيكستيب العسكرية يعني تقديرا واحتراما لدور هذا الرجل العظيم في تاريخ مصر. وأنا يعني اسمحوا لي أقول لكم نبذة صغيرة جدا عن معرفتي به شخصيا. يعني في فترة تولى فيها مسؤولية هائلة في فترة من 2011 وحتى تسليم السلطة بعد الانتخابات اللي تمت في 2012. الفترة دي كانت فترة صعبة وقاسية جدا، وأقدر أقول بأمانة شهادة للتاريخ أنه قاد هذه المرحلة بإخلاص شديد وبتفاني شديد وبحكمة شديدة جدا، أدت أن بفضل الله سبحانه وتعالى أن الدولة المصرية اللي كانت معرضة للانهيار والحرب أهلية كاملة أنها تعبرها بأقل حجم من الأضرار اللي ممكن تقابل دولة في مثل هذه الظروف. وأنا هقول كلمة كان دايما يقولها، يقول أنا ماسك جمرة نار في إيدي. هو كان بيقول كده، جمرة نار في إيدي بتولع إيديا ومش قادر أسيبها، لو سبتها هتحرق الدنيا. ده حقيقة الشعور اللي عاش بيه على الأقل فترة السنة ونص بتوع اللي كان المجلس العسكري بيتولى فيهم المسؤولية. يعني كانت فترة صعبة جدا جدا جدا، ودي شهادة والله للتاريخ وله. يعني هو في ذمة الله وربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعني هيؤاخذ الناس، لكن احنا بنقولها دي للمصريين اللي موجودين يبقوا عارفين ان هذا الرجل العظيم كان سببا حقيقيا في حماية مصر من السقوط في هذه المرحلة. وهقول لكم مثال حقيقي لسؤال حقيقي كان بيقوله. يعني لما حصلت الانتخابات وكانت المؤشرات كلها بتقول ان يعني ان الانتخابات القادمة ستؤدي الى تولي فصيل معين في مصر، فكان يقول انا يعني انا هبقى في التاريخ، انا اللي سلمت البلد دي لكده. هذا الامر كان يؤلمه كثيرا جدا جدا جدا، لان هو كان على علم وفهم بالاضرار اللي هتمس مصر نتيجة هذا الحكم.
فكنت أقول يعني إن هو الضرر بتاع انهيار الدولة ولا تولي هذا الفصيل الحكم. دي نقطة. النقطة الثانية هو والله وأنا مش عايز يعني أجزم بشيء ما أعرفوش، لكن كنت أحد المسؤولين يعني في الوقت ده، هذا الرجل بريء من أي دم. أحداث محمد محمود، أحداث مزبيرو، أحداث استاذ بورسعيد، المجمع، أي حاجة من الحاجات اللي تمت في الفترة ديت من تآمر لإسقاط الدولة والله هو بريء منها. وكل من كان موجود من المسؤولين برضو بريئين منها بشكل مباشر أو غير مباشر، عشان بس تبقى الأمور واضحة. طيب أنا كنت بقول والله لو كان اللي بيحصل ده هي مؤامرة عملوها المجرمين والأشرار مش هيكسبوا أبدا، مش هيكسبوا أبدا. وأتصور إن الأمور أكدت كده. شوفوا أي حد شريف مخلص أمين حريص على الناس يطمئن، وأي حد تاني غير كده مهما كان مهارته وحنكته في التآمر والتخطيط للقتل والتخريب والتدمير لازم يعرف انه مش هيكسب ابدا. دي حكمة ربنا، ربنا لا يصلح عمل المفسدين. فانا اتقدم للشعب المصري والأسرة المغفور له ان شاء الله المشير حسين طنطاوي بالعزاء، واتمنى له ان يعني ان ربنا سبحانه يتغمده برحمه ويؤجره على الفتره، على كل الفترات اللي هو اشتغل بيها. المشير طنطاوي ده جيل كبير قوي، ده دخل يعني اتخرج في 56 وحارب في 67 والاستنزاف واكتوبر، واستمر في تحمل المسؤوليه حتى يعني لاخر لحظه. فهو في ذمة الله، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هو يؤجره خير يجازيه خير الجزاء يعني. وكان الرئيس السيسي قد اكد في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك انه فقد اليوم المشير طنطاوي الذي كان ابا ومعلما وانسانا غيورا على وطنه. واضاف السيسي انه كثيرا ما تعلم منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن، مضيفا أن الراحل المشير محمد حسين طنطاوي تصدى إلى أخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر، مؤكدا أنه قد عرف الراحل محبا ومخلصا لمصر وشعبها. وتقدم السيسي لشعب مصر ولأسرة الراحل بخالص العزاء. ومن جانبها نعت القيادة العامة للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق الذي وفته المنية صباح اليوم. وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها إلى أسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء. هذا وقد نعى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر المشير محمد حسين طنطاوي. وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن الراحل بطل عسكري من طراز خاص وقف شامخا في مواجهة أعداء الوطن في وقت عصيب ليعبر بسفينته إلى بر الأمانة، موجها التعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وأسرة الراحل وذويه والقوات المسلحة والشعب المصري. نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الأسبق. وقالت الكنيسة في بيان لها إن الراحل خدم بإخلاص في مختلف المواقع والمناصب التي تولاها،
مضيفة أن الراحل شارك ضمن صفوف القوات المسلحة الباسلة في صد العدوان الثلاثي وحرب الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد وحرب الخليج أكتوبر. هذا وتقدمت الكنيسة بخالص العزاء لقيادات وأفراد القوات المسلحة ولجميع أسرته وتلاميذه ومحبيه. نعى نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي المشير محمد حسين طنطاوي، وقال نيافته على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: أتقدم بخالص العزاء في وفاة أحد أبطال القوات المسلحة الذين أحبوا الوطن وقاموا بخدمته في تفان وإخلاص نادرين في مسيرة حياته. وأضاف نيافة الأنبا إرميا قائلاً: لقد كان المشير محمد حسين طنطاوي أحد الأبطال الذين شاركوا في الحروب التي خاضتها مصر، إلى جانب دوره القيادي كقائد عام للقوات المسلحة ووزير أسبق للدفاع والإنتاج الحربي، وسيظل دوره في قيادة أمور البلاد في فترة من أحرج الفترات التي مرت بها محفورا في ذاكرة التاريخ المصرية. نطلب العزاء للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري ولأسرة الراحل ومحبيه. ومن جانبه نعى المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة ميسات رئيسا ومديرين وعاملين المشير محمد حسين طنطاوي. وتقدم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وميسات بخالص التعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة في وفاة المشير طنطاوي.